كصور انا كنصور هذا البير انا ما بغيتيش يا سخافيه ما تصوريش معايا حنا تنوصلوا الرساله للمناطق ديال انفراد ناصر وسيدي عدلي مناطق جينا الارض هاد السيده الارض ديالك هذه جينا عند الشريفه جينا خوتي تابعونا يا لو معاك هذا سبون لا لا تسبون بلي بلا شكايه هضروا الا سميتو مزيان خلوني انا نبقى الحرب لا شوف الله يا والدي حتى تهزا حتى الغدا قدام الله اش راه حطينا الطورنا باش تخدموا ليه سمع انا ما مقتنعش بشهادتهم كاملين غادي واحد بعد سي حميد اليوتيوب هذا سي حميد ما كاينش اللي غادي يقد يقول للسي حميد ما يدخلش لسيدي عدي ولا ما تسالش سمعتي داك الفيديو سمعت ولكن ما كاينش اللي غادي يقدر يقول هذا جاك داك الفيديو ما عجبناش ها هي ما قاصح ها هما ها هما انا فلوس هذه هذه شي كتشي زاد ايوا طيحتوني الباب مفراعه صاحبي ما طيحتينيش على رقم ما تمشيش انت اسمح لي بكل احترام غير اسمح لي الله يخليك ولا سيدي غير جاوبني لفتي عالم والله العلي العظيم والله العلي العظيم انا اناشد من هذا المنبر النيابه العامه ولا نشكك فيها تعميق البحث فلا ثم لا لاستغلال الاحسان العمومي عبر قنوات كتشوف كلشي تيقول هادشي كامل على الفلوس هادشي كامل استغلت الجاليه المغربيه يا عالم اذا اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مباشره من سيدي عدي اخي المتتبع الكريم اننا كنعرفوا اخي المتتبع بان لا حديث في العالم الازرق وخاصه في القنوات ديال اليوتيوب الا عن سيدي عدي اتهامات خطيره ما بينت اطراف اتهامات خطيره اللي جعلت الحمد لله ان النيابه العامه دخلت على الخط النيابه العامه اخي المتتبع خويا لا عافاك عافاك معنيش لا عافاك إذن أخي المتتبع أننا كنتواجدوا وتنوير الرأي العام وباش أننا نوضحوا الأمور ولا ونصف الجواب جريمة فكان علينا أننا نكملوا الجواب ونشوفوا الطرف الثاني هاد العائلة اللي من مورانا تيتهمها الرأي العام بأنها كلت رزق عباد الله في اسم الله سبحانه وتعالى عائلة قالت لك لا أنا ندير الخير تبادلوا الاتهامات عائلة اللي ولات تقربات أن حيت لقيت الأطراف لقيتهم أن كانت عائلة متماسكة وبقدرة قادر ولات واحد الحرب إخواني اللي خلات اليوتيوبرد المغرب أنهم يتبنوا هذه القضية والجمعية المغربية للإعلام والتواصل والتنمية غادي أنها توقف اليوم وقناة شوف تيفي هي اللي كانت فجرات آخر حلقة شكرا للإخوة اللي راهم حاولوا ما من برا أنهم باش يوضحوا للرأي العام وأنا اليوم جيت ندير معكم يد في يد وكنتواجدوا بالمنطقة ديال سيدي عدي نحن بعد لحظات غادي تكون مواجهه ما بين هادو هما اللي متهمين الدول الملاير خوتي ان ما يتداول في سيدي عدي خطير جدا بان عائله كانت عاديه بخير وعلى خير عائله انها شوف انت ليه يلا اوسد ما تقط... اخواني لحظه لان احنا شادين العصا من الوسط انا ما مع حتى شي طرف لقيبي اشرف الله يعطيك الستر صافي هضروا معك عافاك شوف شوف لي
شوف انت الركيبه اش وقع له يا اخواني المتتبعين الكرام، هذا واحد الملف اللي خصنا نشدوا العصا من الوسط. انا ما جاي نناصر حتى شي جهه وما ضد حتى شي جهه، رغم واحد الزلاقات اللي داروها بعض الشباب هنا من المنطقه اللي حاولوا انهم باش يستعملوا بعض المرادفات اللي استنكرتها الجمعيه المغربيه للاعلام، ولكن مادام ان كان مع واحد الاعتذار ومن الشيم ديال البلاد اننا نقبلوا الاعتذار، الغايه ماشي ان يسبنا شي واحد في الاعراض ديالنا، الغايه اللي بغينا اننا نوضحوا الراي العام اش واقع. السلام عليكم. انت خويا السلام عليكم. اكو السلام ورحمه الله. اللهم لك الحمد. السلام. سميتك اخويا؟ سمية الحسن العقيد من طرف قناه محبوبه تي في، وجينا الحمد لله نوروا الراي العام. ومرحبا بالسي حميد ومرحبا بالصحافه ديال شوف تي في كامله، وترحبوا بكم سيدي عدي ان شاء الله يا ربي باش تعرفوا كل الحقائق وبكل الاحترام ان شاء الله يا مولانا. بعض الاتهامات راه توجهت لكم خايبه بزاف، لا ما بين حتى الضمير حتى الواحد حتى في الزنقه كي تيشوف كي تيهضر. انا جيت اليوم تقليد عليا، رغم ان بعض العناصر ديالكم شباب ربما طائش او لا تطاول شويه الاعلام، ولكن من بعد ما ان اعتذروا حنا نعتبروا هذيك، ولكن الاعلام خط احمر، من حقنا اننا نجيو ونوقفوا في البيرو ونحاولوا نوظفوا، لان قال لك مليار، عرفتي شكون هي مليار؟ ما عطاهاش للمجلس الاقليمي، رئيس الحكومه ما عطاهاش لرئيس المجلس الاقليمي ديال افران. اتفق معك السي، ما وصلش مليار، وانتم مليار، وتنشوف سيدي عدي حاله كارثيه. اتفق معك السي. اذا شنو بغيتي تقول؟ غادي تشدوا الميكروفون، انتم اهل مكه وعارفين، لان شفت الناس يقولوا لي لا عيط على محبوبه، عيط على شي سميات، انا راه ما عرفتش هذوك السميات. شأن كنت شأن وطني ديال القرقارات وديال هكا، انا كنت نسمع وقع عندكم، ولكن قلت خلي راه كاين الرفاق، ولكن حال الوقت خصنا نشوف واش وقع. مرحبا بالسي حميد. تفضل اش وقع في هذا البير، وغادي نقلعوا البير. نقلعوا البير ان شاء الله يا ربي. كاينه السيده غنديروا ان شاء الله يا ربي مواجهه باش تعرفوا كل الحقائق. الامر اخوتي ملي تيتعطى القضاء ما تيبقاوش اشاعات بزاف، ما تيبقاش الانسان غير يجي ويقول قضاء الحمد لله تيام بلي بروف تيام بالوراق، تيشوف شي حاجه اللي هي صحيحه، ما واحد يجي يقول مليار جوج المليار. هذا مليار جوج المليار منين جات؟ الحمد لله كاين القضاء، كلشي محطوط هنايا بكل، الحمد لله عندنا واحد المصداقيه كبيره في القضاء الحمد لله، بوجهنا احمر، وغنشوفوا حنا هذا البير هذا اللي ديجا هضرنا عليه وديجا حللناه، والحمد لله السي حميد دار واحد المبادره زوينه على انه قدر يواجهنا مع السيده اللي نفات هذا الشيء نفاء كله كلي، والحمد لله ما كاينش المشكل. مرحبا بالسي حميد ومرحبا بالاصدقاء ديال كامل. وهنا اخواني غتردي الكاميرا لي، وهنا غتوقف هذيك السيده اللي هي قالت لك ان تستغل البير ديال باها ودات في قنوات إعلامية ودخلوا محسنين وقالوا لهم هاد الناس احنا اللي بنيناه المحسنين، شكرا عاونتونا. عييت اخوتي. هاد المرأة هي جالسة قلت لك انا كنتبرأ من هاد الهضرة، هذا بيربى ما بناوهش كذبوا عليكم. شوفوا هاد المرأة دخلتي لاباس بخير هانية، انا ولدك الكبير دابا. مرحبا. الله عطيونا الماء، هادشي كاع البير وفي الاخر عندك تقولوا ما كاينش الماء. ما كاينش الماء، هذا دير زمزم. ها؟ قاش بير. ايوا لا لا ايوا لا. ها هو. بسم الله. ها الماء. مرحبا بكم عندنا. لا لا، وانتم كتسمعوا الله يعطيكم الستر. سمعوا اش تقول هاد السيدة، هاد السيدة كتقول لك بأن هاد البير ديال باها وبأنها هي وارث. وبانكم انتم جيتوا وطاولتوا على هذا البير وحفرتوه ودوزتوه في القنوات اليوتيوب. كتقول هذه المراه بان عندكم متتبعين حاولتوا باش تستغلوا بها المعاناه ديال ساكنه المغرب العميق، وانكم استغلتوهم وبقيتوا كتعطيوا ارقام خاصه ديالكم. كتقول هذه المراه بان اشداكم تقيسوا البير ديال با، وغادي نخليوها باش تاكد الهضره ديالي ونحق الجواب. اخويا تجاوبوا على راسكم. انا نعم خو اللي كاين، ما كاينش هاد السيد هذا، ما كاينش. ما كانش هو هذا خوه، خو الكبير اللي هما كاينين في هذا. قولي له شنو وقع؟ هو انت ما كنتيش. انا ما عرفتش علاش تا جاو خوته، كنت نتمنى يجيو. شفتهم كانوا خرجوا في قنوات تيقولوا دابا يجيو وقالوا غادي يحضروا. ما كاينش هذا، ما كاينش. راه شكل مشكل. ما كاينش هذا، ما كاينش هذا. غادي نعطيك اخويا تفضل. لا لا هذا كبير با، هذا كبير با، هذا كون حليتو تلقاه قديم ولا تلقاه جديد. الكذاب فينا غادي يحشم. نعم هدري بير بير با ما محفورش، وفينا هو الحفير؟ غير خرطوه، راه غير حفرتوه. دابا حنا كنطالب ليه الله يرحم ليكم الوالدين خبره، الا تحفر يبان، الا ما تحفرش يبان. هاد البير بير با رجع دابا في الاحسان، رجع في اليوتيوب، رجع الناس كتصيفط عليه. كيفاش قالوا للناس راح الناس يموتوا ب 14 عافاكم نجيو نبنيو؟ هادي بلاد. قولي اش قال؟ قولي اطلس، راه بلاد ما ماشي بلاد هذا. في الاول قالوا يصلحوا العلاقه ويديروا بوربا، صدقنا في كوارث اخرى، رجعنا في النزاع.
رجعت في النزاع على ديالنا بير بيرنا كاملين رجعنا في النزاع. انتي قلتي لي في التصريح ان هاد الناس داروا لي فيديو بير دبا داروا لي فيديو وداروا فيديو دبا في اليوتيوب وبقاو تيسعاو به وبقاو في الناس وصحابهم الناس راه صحاب سيدي عدي تيموتوا بالعطش وصيفطوا لهم بزاف د الملايين وكلاوا. اي شحال جاو ديال الفلوس الله اعلم. نشوفوا ها نتوما سيدي وحنا في البير. السلام عليكم خويا شكون اللي غيجاوب فيكم؟ مرة راه غير بوحدها ما نطاكيوهاش. الله يعطيكم الصحة. تفضل. هذه اختي هذه اختي من با. نعم. والبير ديال الوارثة فيه 90 متر زدت فيه 6 متر 3 متر كاريه محسوبه بكا 3 متر محسوبه بكا. والبير بديناه بالاراده ديالها وبالاراده ديال الوارثه كلها. بالاراده ديالها بالاراده ديال الوارثه. اسمع سيدي ها 5 متر الاولى. اسمع سيدي دابا انا كنهضر ها 5 متر الاولى اللي ضيعنا حفرناها بلاصه خويا فوق. هذا خلاه باك ولا بناه ولا ما حسيتش؟ لا خلاه با فيه 9 كملنا عليه كملنا عليه الخدمه سيدي. ما بغيتش انا نفهم المتتبع خليه يفهم. مرحبا سيدي. هذا البير فيه 9 متر كان ياه البير محفور كان محفور كم مرة كتزاد فيه شوي كنكسو فيه شوي فاش بداو هاد الناس بداو ب 9 متر انا اللي بديتو. فين كنا غنحضروا البير ادريس بعدا؟ ها هو فين بدينا 5 متر ها هي قالت لك شديتو من المحسنين الثمن البير وضرمتو هذا. علاش ما درتوش لايف؟ حنا غير كنهضروا شوف حنا غير كنهضروا وتا هاد الناس هادو وتا هاد الناس تنحاول نتحدث الناس. مرحبا مرحبا. وتا هاد الناس هادو ماشي هما اللي قالوا لي احفر البير. البير انا شديتو من الطاشرون شتي البير شديتهم من الطاشرون ماشي الناس اللي جاوا بالزوع عليا باش قالوا لي اجي تخدم هذا البير ولا دير خدمتك. شديت البير من الطاشرون. اسمع سيدي مرحبا تقول حتى هي كلمتها حنا ما كنقاطعوهاش ما كنقاطعوهاش سيدي الاحترام ويبقى اللي بغى يوقع. هذه خدمه هي تهضر على راسها انا نهضر على راسي. سمع نقول لك انا ما بغيتش الشاهد ديال اليوتيوب انا بغيت الشهود من سيدي عدي. بغيت هذا البير يتحل يتعرفوا الحقيقه. يتحل هذا البير هذا هذا البير هذا يتحل يتحل فيه تسعود وزدنا فيه 6 متر وزدنا فيه 6 متر. غادي نمشي مزيان. الاخ الله يعطيك الستر انتم قلتوا في واحد الفيديو متداول عبر القنوات ديال اليوتيوب وقلتوا للمحسنين بانكم بنيتوا بير ما قلتوش رممته. وضح للراي العام. الصراحه الراي العام يعني خصو يعرف في الكل في الكل كاين الفيديو كنا هضرنا الصراحه في هذه النقطه ديال اننا غادي خليها تقول سنا باش عرفت هي شنو كاين. خالتي خدجوما الحمد لله النقاش راه كله زوين ما عندناش تحرج كاع خوت الحمد لله الحقيقه كاين شنو مشكل بتاتا. سي حميد شنو قال السيد ادريس؟ قال حفرنا بير في الاول خصنا نشوفوه. اه جديد حفرنا بير عند الاخ رشيد وما خلاناش. اسمعي اسمعي غادي يقطع علينا الماء والو غادي نحترموه. اه سيدي مزيان سيدي غادي نحنا باش النقاش النقاش كل ما كان مكان كل ما كان مزيان قبل ما نوصل لبير مزيان هكا. نعم زيد البير بداوه في واحد الطرف ديال الارض ديال خوها خوتهم كاملين. خوها الصراحه شكوا فيه قالوا هذا السيد هذا فيه سكر فيه مرض. هي اللي عرضات ها هي تقول الله يمسك قال لكم اودي راه اليوم الدنيا وغدا الاخر قال لك اودي راه حفرتو عند السيد هذا راه غدا بعد غدا يقطع علينا الماء. هو شويه تاي لا حنا لا عندنا الدنيا خلينا دابا نهضرو خلينا نهضرو خاطر خدجو خذي راحتك حنا ما غنقاطعوك حتى حاجه. جيبي الناس جيبي الناس واش هاد البير كنتو كتشربوا فيه بالحق؟ كنشربوا كتشربوا فيه كنتو كتشربوا فيه ادريس؟ حنا كنشربوا فيه واني الماء كان مكرفص مخوض من الكلاوي المرض. المهم دابا الحمد لله كل شيء داك الشيء ولا ناضي. حنا على تقليدي تينا ما نصبحش لولادي تينا بولادي. حنا الشرب عايش فيه با عشنا فيه وعايش فيه الناس راه ما كان خلل فينا حنا عايشين راه ما كانش. انت شكون انت؟ شكون انا هو اللي بنى لي هذه الحقيقه؟ انت بنى انت شوف نطار منك انت بنى نعم. هاد الناس عيطوا لك واش عندك شي قناه في اليوتيوب انت؟ عنده عندك قناه عنده. علاش انت كتسب هاد الناس ودخلتي ما تسبهمش ما دخلتيش ما تسبهمش انا لا ما تسبهمش لا لا تسبهم ديك بلا شكايه هضروا الا سميتهم شوف دخلوا لي انا القائد الحرب. لا شوف الله يا والدي حتى تهز حتى الغدا قدام الله تقليد عليك عمرو جهد في وجهك بشي عيب. الصبر بالله السي حميد الشهاده الله هذه كنا غادي نحفروا ذاك البير ليه ياك؟ هذه المراه هذه عارضتني قال لك الا بغيتي تخدمي ذاك الدار ليه وهذه وهذه وغتغرقنا في هذا. راه خوني خويا راه هبيل راه السي راشد راه هبيل راه كذا ها خوها ها خوها هذه راه الشهاده الله الشهاده الله. اسمع يا حميد
ها مريض نيت السكر وصافي الراجل بعقلو الراجل بعقلو الراجل بعقلو ما بيننا والو هي هما اللي هبلوه لا هما اللي هبلوه هما اللي هما اللي هبلوه يا راجل هاكاك راه حمق ماهبينش ياك حفرينا هنا غرقنا هذا اما حنا شنو حطينا في فرنا باش نخدموا ليه اسمع انا ما مقتنعش بشهادتهم كاملين هذه واحد بعد اليوتيوب عافاك معنا سي حميد هذه راه شهاده الله انا ديك القناه اللي لسه دين مو انا هذه راه شهاده الله امام الله انا عندي الشهاده انا راه من جهاد الحق انا راه من جهاد الحق انا اللي خدمت هنا قسما بالله الا جات الخدامه باش نخدم لهيه وعارضاتني قالت خدم لهيه هي وراجلها وولدها شوف ابغى نسولك اخر وزايدين لا غير هذا يكون فيه الماء علاش غادي يجيبوا الماء في السيترنا من الواد علاش علاش يجيبوا السيترنا من الواد علاش لا جبتوا السيترنا جبتوا السيترنا فين كاين السيترنا غير خصك راه فيه الماء غير استعبد علي باش بنيت انا علاش جبت السيترنا علاش جبت السيترنا من الواد باش جبت الدالا انتوما حيت درتوا السيترنا قلتوا في الدنيا تبينوا لنا شحالكم راه كاين الله كاين الله اسمع عطي واحد السؤال هادي نسيبه ديالك اسمع عطي واحد السؤال عطي واحد السؤال واش شطر ربيع حمد ما ترضاش به نعم علاش هادي امين ما هضرتش على خالتي خديجه غير بشويه عليك غير بشويه وعلاش دخلناك الماء للدار وما هضرتيش هاكي هاد العداوة سي حميد شوف غير ديك المتسجلة ما خصنيش راه انا عاود طلعت الضغط هذا كان تسنى اللي غادي يهضر جاوبي على هذا كان تسنى اللي غادي يهضر يبين الناس الحقيقة ديال الكذوب ما كاينش القناة القناة ديالهم هما كلشي مستغلينهم كلشي كيهضر على هضرتهم غادي نحاولوا نستمروا سي حميد نعم نشوف السؤال شنو السؤال المحبوبه قالت لنا البيره دي تحفر في واحد القريه اللي فيها الناس ولكن دابا حنا تنشوفوا غير نتابها اللي كاينين هنا مستفدين وحنا صيفطنا الفلوس على اساس القريه كامله قالك شفنا انهم مستفدين انهم هي من وحده اللي عطاو قالت لك انا واحد بالديالو قالت لك قلت انها دي تستافد القريه عطات على باها هي كاينه في اسبانيا شي وحده في اسبانيا مساهمه غادي نقدروا غادي نقدروا باش نهرو تقدر تقدر زعما بكل جرأة تقول لي شحال توصلتوا للمساعدات غادي نمشيو نشوفوا هذا الشيء بشحال كاع علاش وصل انا تنشوف هذا الشيء غادي وتي نشوفوا هذه المساعدات بشحال لان قالوا لك سيدي الناس في الشارع وصلت سيدي عدي المليار خلي حميد يهضر ماشي مشكل غادي نقول لكم الارضي عليكم اجي نهضر معك شريف شريف الارضي عليك شريف الارضي عليك كاين كاين واحد فوتوكوبي عطاها الزروالي فيها 120 مليون توصل واحد فيكم هذيك ماشي علينا هذيك هذيك ماشي انت غادي غاطي في واحد الامر غلط وضحوا لي شنو هنا عافاك ماشي غلط انا خصني نوضح لا عطيكم سمع سمع نقول لك يعني دابا حنا ما بقاوش نجيبوا الهضره ديال الشاري باش نكونوا واضحين اوضحوا انا بعدا ما نهضر معاك عافاك وغنهضر معاك اصلا بطريقه سي الحمد لله معاك انا تنقول لك اش يقول الشارع شي فهمتي ماشي شي يقول الشارع الشارع انا هي اللي كتهمني غير يهمني شي يقول القضاء هو تيعطيك البروف في الاخر انا نقول حميد انا وك حميد عطيتك مليار نعم شنو غتقول في هذه القضيه شنو عطيتك مليار انا شنو غتقول ايوا تينا ما عرفتش هما قالوا في الشارع قالوا والقضاء اللي غيوضح الحقيقه والقضاء عنده تيقلب في الكون والقضاء اللي غيوضح انا غنقول لك مليار ونقول لك مليون شنو واش غتيق واش ان ما تقدروش تقولوا لنا مش حاجه ما نقدروش نقولوا لك والقضاء غيجيب لك لي بروغرام طالبين بالتحويلات الماليه وغيتحط كل شيء في النقاط كل شيء غيتحط قدامك خليوها سريه ما تقولوا ماشي سريه معليش وماشي سريه ماشي سريه القضاء غادي يجي غيحط لك داك الشيء في الوراق نعم يعني باش واخا نقول انا الهضره ديالي انا قلت غير 2 مليون نعم ربما تكون الهضره ديالي لان شكون يجعل العافيه في هذه المراه ولا نهضر معاك نيجان قال لك اسيدي وهذه المراه هذه القضاء غيعطي حقها المراه القضاء غيعطي حقها وحنا في القضاء علاش نبقاو عاد نتغاوتوا والقضاء شد الدوسي والاراده بكلشي انتم في اليوتيوب نهار نهار تشدوا هذا الملف والقضاء شد الوقت القضاء شد الوقت ديالو تيهضر غير عليكم وانتم القضاء شد الوقت ديالو واش حنا غنجربوا القضاء القضاء ديال خدمته اش غنديروا ايه واش شنو كديروا في اليوتيوب تخدموا روتينات يومية كتشدوا هاد الهضرة هادي لا حرب هنا ما لا 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 الحرب 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 اسمع اسمع الحرب دير منها غير اللي باغي يطلع شي قناة انتوما شنو قالوا لكم في الاول قالوا لكم ممنوع دخل لكم دخل سيدي عدي قالوا ولا ما قالوا احنا جينا لا خليه يهضر واش هضر معك شي واحد لا انا تنستغرب فينا هما هادوك ايوا قولها له فينا هما هادوك الدراري اللي كانوا تيخرجوا في اليوتيوب انا قلتها لهم قلت لهم اسيدي زبيتوني ماشي مشكل انا الغايه ان المغاربه يعرفوا اش واقع في سيدي عدي والغياب ديال هاد الناس راه تيعطي شحال من تساؤل ما تنزلت على شي واحد نعم سمع الله يعطيكم الصحه هاك خويا قال لك اسيدي انتم بنيتو الى عايرك شي واحد خويا شوف الى عايرك شي واحد انا ما تنعرفش شكون الا قال شي كلام هكذا هذاك غير باش يزيد باش يزيد يخنق الامور فهمتي هذوك هي بحال كي بحال كتبرؤوا انتم من هذيك الهضره اللي قال لا واش حنا غنقول واش حنا غادي واحد جاي باش يوضح للناس اشنو واقع هنايا نبقى نعايروا حنايا واش راه العزوزي
انا من ايطاليا صيفت 7 مليون على هذا البير باش يكون بسميتي بوحدي ولا الناس ديال الدوار ماشي القناه والعائله القناه. ولا واش يقول دابا 14 معروفه واش كونت هذاك ولا فو كونت هاد الهضره كتنكرها صافي شي مشكله. شوف القضاء هو اللي غايقول القضاء اخو حميد الارض عليك الارض عليك. شوف نقول لك القضاء نحترموه القضاء بزز عليك وعليا وعلى هاد الناس انه غادي يضرب عصامين حديد عصامين حديد ايش انا عفاك. دابا غيطلع واحد دابا غيطلع واحد غيقول لك صيفط 36 مليون شنو غتقول في نظرك؟ لا ايوا صافي اش غنقول؟ اذا هاد السيده اللي كتقول في التعليق واش اللي قال في التعليق غادي يقول عفاك؟ اذا شي سبعه شحال قالت هاد البنت؟ هادي من ايطاليا قالت لك صيفطت على اساس بايت 7 مليون بشرى العزوزيه. لا بشرى لا لا بشرى لا لا بشرى هاد الناس تينفيو هاد الهضره وتيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. ولا عندك ما يثبت لا بشرى تواصلي معنا في الخاص او لا صيفطي لنا. الغايه من هذا الشيء اننا ننوروا الراي العام اش واقع في سيدي عدي. هاد الناس كيتبرؤوا من ما قاله جو واحد جوج الاشخاص وهما في واحد الحاله غير عاديه حينما قاموا بمهاجمه السلطه الرابعه في البلاد وهددوا بالقتل ولكن انهم اعتذروا فورها لان الناس ديال سيدي عدي كاين احترام متبادل للغايه ان يخوب صوادو يا سيدي عدي يخوب صوادو سيدي عدي. مازال مازال تنذكروا الموت ديال خالتي زهره مسكينه اللي كانت مات في القنطره في مسيره تحت الشمس باش يوصلوا العيالات المطالب ديالهم. كاين قنوات هنا اللي قلت الحمد لله ولات قوة اعلاميه اللي يستمروها في اشخاص ويعطيو رسائل لهاد الحكومه اللي ما باش قاعد دير عقلها. هذا هو الشعب وراه متبع تما ونعطيو رسائل ونقول واش واقع هنا اشنو خاصنا في سيدي عدي. ولكن سيدي عدي هي وصلت وصلت هو تبدا الحرب ما بين عائلات. حيت جيت نقلب لقيت بان ما بين دار ودار قناه يوتيوب. الا ما قلت في كل دار كاين قناه اليوتيوب. شكرا لك سي حميد الله يعزك بخير. سي حميد الله يعزك بخير. ماشي غير البير اللي كاين، كاين الشاطو، كاين السقايات، كاين كاين كاين. ما بغيتوش تقولوا لنا شحال نتحاسبوا معاكم. نتحاسبوا معاكم القضاء القضاء اللي غايقول لك سبعه ديال البيار اللي درتو وكاين فيديو قلتوا شديتوا فيه 50 مليون ولا 77 مليون. اذا شحال البير؟ 11 مليون البير. والقضاء دابا هاد الهضره ديال الشارع انا ما تنبغيهاش. انا الهضره ديال الشارع واحد الهضره يا حميد الشعب بغا حميد وحسيني وحسيني صاحبي بانو وراه كاين قضاء وكاين الحساب خويا عارف وكاين الحساب. ودابا حميد دابا الا غوت لك انا الا غوت لك انا وكتكسبت لك 50 مليون ما الغايه في ذلك؟ لا لا شنو شكون اللي غيصحح؟ انا من بين الاسئله اللي قال السي الزروالي او لا عطي الميكرو للزميله السؤال ديال سوريا انت ياك علاش رفضتوا تعطوا لخو هذا الذهب؟ اش نقول لك؟ وعلاش رفضتوا تردوا تكاشطوا هذا؟ دابا بالله عليكم بالله عليكم دابا جاوبوني غير واحد السؤال. دابا انا نعطيك انا واحد القضيه دابا شوفي خويا العزيز يشد الزميل غير هضر اخويا على راحتك. تعاني من السرطان قالت لك ما عندهاش الامكانيات باش تدخل البلاد. قالت لك هي ساهمت بواحد كان عندها واحد مفهوم اخر. قالت لك فعلا ساهمت وبغيت صدقه نعطيها. دابا غادي نقول سؤال قال لك علاش ما بغيتوش تردوا لها الفلوس؟ دابا غادي نعطيك وهي راه عندها اودويات. دابا سمعي اودويات هما باش نهضر مرتاح الله يسهل عليك. الاخت سوريا تنوجه لها واحد الشكر كبير الصراحه دارت واحد الخير اللي تلقاها قدام الله سبحانه وتعالى. والاتهامات اللي وصلوا ليها هي ان الزوجه ديالي تيقولوا بلي عندها واحد الارث كبير وكانت قالتو الاخت ديالها واش عندكم شي ارث فري كبير ولا الارث ديالكم كله مازال مجلي؟ ولي الصراحه لا هضروا فيه هضروا فيه حيت خلينا دابا نكمل هضرتي خلينا دابا غير نكمل غير هضرتي دابا كتهضر الاخت مع صبيه سمع عرفتوا تهضروا في الفيديو يطلبوا ولكن تنجاوبوا ليه السؤال هضروا فيكم وغتلقاوه اللي قلب على حقه كيلقاه كيما لقيتوا الفيديوهات ولقيتوا فلوس المحسنين تلقاو حقكم قلبوا عليه ما تسناوش انا نزيد لكم فهمت السؤال صافي تفضلوا خويا خلينا نسول دريس دابا الاخت سوريا وصلوا ليها باللي نتوما عندكم واحد الورد كبير لاباس عليكم بهذا المفهوم هذا خويا انا نقول لك الورد ديالنا هنا كله مشاكل كله حسد ماشي ورد اللي عندنا عندنا الملال المال اجي اخويا اعطيني هذا الورد انا كنتعشى فوق الطبله فوق الصندوق ديال التفاح انا وولادي اعطوني هذه الورقه قسموها لي يا عباد الله اعطوني هذه الورق ديال التراب هذه السبب اخويا باش غتمشي داك البير لهنايا خويا السبب اش نقول لك راه كنا خدامين تما وحضروا عليه كنا خدامين اخويا تسناونيش انا بالعكاز نهضر على رجال بالشراخم شي كيهضر في الشهاده مقلوبه شي كيهضر في التوفيق شي كيهضر في اليوتيوب ونجريكم انا في الحق انا ما كنجيش في الحق
حق من الرجال، نتوما رجال هضروا عليه حتى لو جيبوا لي حقي هضروا عليه. انا غادي نشوفوا ربما لان اخواني وراء الستار كان هذا كان الولد ديالها انه الح علينا انه ما يبانش في الكاميرا لان قال لك لا يتواجد هنا وبانه كان بعيد وتبع هذا الشيء وبانه حتى هو شاف جدو والبير ديال جدو تيقولوا في القنوات راه بناه الاحسان العمومي. قال لك وجيت حتى انا بكل حرقه وربما من اللي شاف امه دخلت في الحوار الله يسمح لنا. بغيت نسول السلام عليكم ورحمه الله عافاك، بغيت نسول دريس الخال ديالي واحتراماتي ليك. فين دريس؟ عافاك اجي قرب له عافاك. هما كانوا حاضرين معايا في المحكمه وانا كنت كنجيني مع الوالده. واش كاين بير داخل الدلاله بادي ب 45 مليون خبرك هذه؟ كيفاش؟ بير الارض باديه في الدلاله في المحكمه 45 مليون. فينا هي الارض؟ باديه ب 45 باديه فينا هي. عندي نسخه كاينه نسخه الحكم 13 العام 13 العام باش ما تخلصش وخدت تنفيذ ما تخلصش حتى باش تعش. سمع 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 انا ما بغيتش. سمع لي سمع لي كاين تنفيذ انتم ما بغيتيش تنفذوا تبعتوا الفلوس. سمع لي نعطيو لهم سمع 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 خليني نهضر خليني نهضر. الله يحمي الدين شوف الله يحمي الدين تنفيذ تنفيذ تنفيذ. شوف انتم ما بغيتيش تنفذوا لقيتوا الفلوس ديال الفابور لقيتوا الناس كيوكلوكم كاينه بقعه بلاتي بلاتي استاذي 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 كاينه بقعه كاينه بقعه اخرى كاينه بقعه كاينه بقعه اخرى باديه ب 5 مليون حتى هي في الدلاله 5 مليون ونص. كاين فداد اخرين اتصل بيا العموم ديالهم العم ديالهم قال لي رحمه يدين جمع لي الورقه. تثبت هذا السيد بان راه كاين ورث وكاين فلوس عند هذه العائله ولكن هذا السيد تيقول لك مازال هذا الشيء واخا خلى جدنا بزاف خلى بانا مازالين في المحكمه لا نشكك في القضاء. غادي الارض ديالنا خويا شوف اذا غادي نرجعوا للموضوع الثاني الله يعطيكم الستر. انا من هذا المنبر لان البرنامج اليوم غادي ننتهيوه هنايا ولكن لا زلت اؤكد للراي العام ان الكل وتا المتتبعين تيقولوا فين مشاو هاد الجوج ديال هادوك الشباب اللي كانوا تيهددوا الا دخلنا لهنا. والبارح خرجوا بخرجات اعلاميه وقال لك بانهم غادي يجيو. الله يرضي عليك كاين فيديو سمعتي الفيديو سمعتي الفيديو عند الناس اللي مرحبا بك عندنا انتوما الغياب الاخرين فينا هو مرحبا بك عندنا. شوف غير دخان غير دخان. نعم هذاك غير دخان الاوباش كما كتقول ما كاين والو الاوباش هذاك. حنا في دوله ديال الحق والقانون حنا في دوله عندها المخزن ديالها. انا لا لا شوف سيدي كنعرفك انا في مريرت ما كاينش اللي غادي يقد يقول للسي حميد ما يدخلش لسيدي عدي ولا ما تسالش. سمعتي ذاك الفيديو؟ سمعت ولكن ما كاينش اللي غادي يقدر يقول هذا. فين جاك ذاك الفيديو؟ ما عجبناش ما عجبناش. حنا الهضره اللي تقال في حقك ما تعجبناش لا ما تعجبناش. وبقى فيك الحال هذا الشيء اللي واقع في سيدي عدي؟ بقى فينا الحق بقى فينا الحال. علاش هاد الناس نايضين لهاد البربله الخاويه وتعايرنا شي في هاد الشيء؟ هاد الشيء تعايرنا حنا وتمسات الكرامه ديالنا وديال بلادنا. اي انا من ضمن هادوك العيالات انا من ضمن هادوك العيالات انا مزوجه وبراجلي وبولادي وبحفايدي وتهانيت في كرامتي. ايه وقالوا لي الشيخه وقالوا لي كنحفر المقابر وكل جبد قال كندير في التربيه والطعام. يلا انا من ضمن دوك الناس هادو راه غير الناس اللي راهم مهوال وراه ما عندهمش العقل. ولكن لو كان بنادم كيجي وضربك في وجهك مباشره غادي تقتلو ولا تموت. ولكن كيهضر غير من ورا الظهر. كي جاتك حيت قال الشي خاف وشوف قدام وضرني انا شي انا ايه شديتو واش انا شديتو شديتو لو كان ماشي السلطه اللي حيدتو ليا من يديا نقتلو ولا نموت. انا كنقولها الشارع شديته نقتلو ولا نموت. على كلمة ديال انا راه ما عارفش بالضبط اخواني انا على كلمة وحدة قلتها. انا تنتمنى يبانو هاد الدراري ويجاوبوا. شوف سي حميد راك فوق الراس تاج معزز مكرم وجيتي باش تعرف راك حاسس بها وعرفت بان راني عرفت علاش انا عيطت لك على الولد. اييه انا هو الدري اللي عيطت له هذا سي حميد. حاله ديك الحاله مثلا اللي بقى هو قال السكران وتيعاود واحد الدري غادي يتكلف له. نعم اخرى من واحد السيده عافاك بغات تهضر معاك. ما عندهاش ما يمشي باش نبقى لا والو. الو وا واحد بغى يهضر شنو بغيتي؟ الو المداخله حميد بعدا هو الو. سلام لاله دوز اخويا دوز. السلام عليكم خاوي احتراماتي ليك رجل نزيه الرجل الشجاع اللي كنشوفوه كيطلع لاعالي الجبال اللي كيشوف لنا الحقائق ديال هذا المغرب. كنحييك كنحييك بعد واحد التحيه كبيره من الارض من الجاليه المغربيه خويا العقاوي. نعم. شكرا بزاف شكرا انك قدرتي توصل لنا لواحد الحقيقه وتورنا واحد الحقيقه قريبه. كنشكرك بزاف وانت تكون ديما رجل شجاع.
شكرا لاله وبنت بلادي، وتنفتخر بكم حتى انتم كجاليه، وشكرا للانسانيه ديالكم. وللاسف الشديد مش حال من واحد، وتنعرف تمره اللي تما دابا مع هذه الازمه، وكتلقى بنت مسكينه خدامه وتصيفط 50 يورو، راه تنعرف بان يومين ديال تمره في الميناج هذيك، وكتشوف حاله انسانيه هنا، وكتحاول مسكينه وتمشي لويستريونيو ولا وتمشي وتصيفط، وفي الاخر تسمع بها تما النصب عليها. ماشي حشومه ان يفشلوا حتى هذه الانسانيه اللي مازال فيكم. لازلنا الاخوان الكرام راه ماشي على هذه البركه تهضرات السيده هذه محسنه مسكينه، انك تعاود ودائما في اطار استغلال وتداعيات الاحسان العمومي. انا نشوف انا على هذا البير تهجموا على داري، كاينين فيهم الناس اللي كاينين هنا باش كنكلكم، الناس ديال اليوتيوب، الناس ديال اللي كيشدوا الاحسان، ما يشهد عليا حد، ما يهضر حد على ديالنا. راه تعرضت للهجم، ها هو ولدي تهجموا عليه 25 حد، ها هو عند اليوتيوب. لا ولدي اللي ربيته، هذه مربيه عندي، لا ولدي اللي ربيته، هذه المراه غير مربياني يا سيدي، مربياني مني كانت عمري شهرين، كاينه امي اللي والداني، هاد الناس كاملين كيعرفوا، كاع اللي شهدوا واللي من لقاناش محبوبه وكل شيء شهد شهاده الله، واش يحكموا ولا ما يحكموش. انت اخو ادريس واش هاد المراه مربياني ولا والداني؟ مربيه. كابر معاكم ولا لا؟ كابر معنا. السلام عليكم، بلا ما نبقاو نسميه واحد بواحد. تهجمتوا عليه. جيتوا ديك النهار تهجمتوا الا ما كانش شكون 26 واحد. عليه في الدار. تنتحدى شي واحد يجاوبني دابا. شتا امي نهضر معاهم وهما يحكموا عليا. كنتحدى شي واحد يقول لي لا. ما جاتش 26 واحد الاقليله هي هجم عليا. نوريك سيكاتريس ولا بلاش؟ ديال الضرابي. ها؟ نوريكم السيكاتريسات ولا نوريكم الباب اللي مفروع؟ ها؟ عرفت هادشي بكل احترام وبكل، الا جيت ندعي ولا غادي يهضروا بزاف، مول الهضره كاينه والسكات حسن، وكنوكلوا الله لكل واحد. صافي. انا غنجاوب، انا كنت حاضر ذاك النهار اخواتي. هو دا حمزه كان حاضر، انت حاضر ونكمل غير هضرتي اللي جازيك بخير. شهادة الله. خليك مع حمزه. خليني نكمل شي حاجه وحده اللي فكتني جنويه في يدي لقيتها. قسما فمي بالله محطوطه هزيتها خرجت وتشديتو النتعاطه جنويه باش وقفت، هما 26 واحد دايره هنايا. هادشي كاع على هاد اليوتيوب. هادشي يا سيدي باش نزيد نقول ليك، باش نزيد نبين ليك. شوفوا الراجل يجي. خليني نكمل، كنت بوحدي. ها داكشي اللي بغيت نفهم. ها خويا صلاح، خويا خويا كلكم المهم ياك. ها اسمح لي على تقليدك انت. خليني نكمل، كنت بوحدي. راه جايين عند الاخ ديالي وعند هاد الشيبانيه هادي اللي كتشوف. ياك ما لقاوش حتى واحد. خلينا امي نهضر. صافي ياك يا دري. صافي هضر. صافي انا قلب. صافي صافي شعرت من صافي صافي الحمد لله. هضر اخويا انت كشاهد. نعاودكم مرحبا. خلي سالي سالي بعدا مع سميتو. قال لك ديك السيكاتريس كانت فيك انت قدام ديما انت في سيدي عدي. انا لا هادو قال لك السيكاتريس الا كانت فيك اخرى. شكون اللي قالها؟ لا لا انت اجي جي تفضل عندي قدامي وهضر معايا. لا لا تفضل قدامي وهضر معايا. درويش الله يعمر وطاه ما تكذبوش عليه. ما تكذبش هاد السيكاتريس فيا. لا هو غير كمل الهضره اللي قلتي سير قدام الكاميرا ونهضروا. ما تكذبوش. الحشومه. ها هي هادي. ها هي هادي يا خويا الحسن. هادي ماشي تحليل. هادي ود الركابي. وريها انا وريها انا. ها هي انا هادو اصاحبي. وريها. ها هما. ها هما. حاضر انا فلو. هادي هادي سيكاتريس. ايوا طيحتوني الباب مفروع اصاحبي. ما طيحتينيش على رقمك ما تمشيش انت. اسمح لي بكل احترام. اسمح لي الله يخليك والديك. لا لا غير جاوبني. واش هاد الولد غير كيكابر؟ واش هاد الولد غير كيكابر؟ سيكاتريس ديال 10 سنين. اجي انت. دابا غادي نتعبوا الاحترامات ليكم. شاهد شاهد. هذا شاهد اجي انت شاهد. اسمعني نهضر معاك العواشر هادو راه المغاربه تيشوفوا فيك. على تقليد. اسمع وخليني نهضر. اسمعني انا نسول انا نسول وجاوبني. خدم خدم. بحال هادي داك النهار هضرنا الله ورجعنا برد السلام كلنا فيتنا. جاب الله يرضي عليك. انت واش بصح هاد الناس على هاد اليوتيوب والاحسان العمومي في الجناوه؟ انا حنداد. اسمع اسمع
ربعة ذاك وهضر خليهم عطوني الكلمة. عطيتش الكلمة الميكرو عندك بالهضرة خليوني ساكت باش غادي نقول لكم. أنا كنت حاضر ذاك النهار كنت حاضر نعاودكم من أتال الزيت. شنو وقع؟ كنا جالسين في سيدي عدي خدام في الصالون المحبوبة وسيدي عدي كاملة كتعرف هاد الهضرة هادي الدار ديال راشد والدار ديال دريس والدار ديال حفصة تنشوفها من التحت. يعني الا كان عندك تليفون زايد في لي زوبسيون غادير كاميرا غادزومي غايقول لك شكون اللي واقف هنايا. اش وقع؟ اش وقع؟ انا نقول لك شنو وقع؟ نهار فاش نهار فاش جا خونا اللي تنسميو حنا شي خط الاطلس صعصع جاو دوك الرباعه ديالو هجمو. لا بلاتي خلوني لا لا اسمع دابا واش انا بغيت نشوف الشرك؟ لا خالتي فاطمه خليتك اسيدي خليوني نهضر خليوني نهضر لا تنور الرأي العام إخواني وهنا كنسلك في مصلحة الحالة بإحسان العمومي. هذا ما أيسر هذا هو ما أعطاه إخواني. كاين ضحايا كما تيقولوا هاد الشباب. اشي هنا شكون اللي غادي فين المرة الأخرى غادي بالرجلي لا رضي عليك تحت المخرب من الميكرو عفاك اخواني هذا الشيء شوف الاحسان المحسنين ولاو حايرين واش داروا جنايه ولا داروا درب مع الله ان هذا الشيء كامل اخواني كنت نتمنى الناس سيدي عدي انهم هذا هو الطمع طمع فين وصلنا في سيدي عدي سيدي عدي ولا تعاصينا ديال اليوتيوب سيدي عدي يا عالم انا من العيب والعار من العيب والعار اليوتيوب والفلوس من العيب والحشومه عنكرتي با وانكرتي الحياه وما خلانا والو با خلانا العذاب شوف فين وصلنا انتوما كملتي المحسنين كي غادي يكون الحاله ديالهم دابا وما تيشوفوا هذا الشيء ان المحسنين داروا واحد الخير بينهم وبين الله ان من العيب والعار وحنا في هذه الاجواء عائله بيناتها وحيت سولنا كل شيء تيقول لك غير على الفلوس ولا الواحد انه السلع قوي الله يرحم الوالدين هذه الاخت ديالها تبنات لها الدار حفصه فهمتينا السلع قوي تبنات الدار الخوا رشيد واسمع السلع قوي واسلع قوي بلا سي هذه المراه شنو شكون شاف هذا الشيء انا مقلده الى غير صحاب القنوات اللي خلاو هذه الروينه هذا الشيء غير اليوتيوب غير اللي بغا يطلع قنتو يدير على الوجه انا قولك السلع قوي تبنات الدار الحفصه والرشيد وتبانت لهاش هي وعتقا فيها الحال العمال تبقى فيها الحال خالتي اختي تبقى فيها الحال علاش كنبنيو لها شوف هذيك ما قاداش تخدم البنت غير صغيوره ما قاداش تخدم عليها ما كانت كتدخل للجرابي والحال تطلب عليها راه هادو اللي كيعتقوها هادو اللي كيعتقوها ما بقاش هادو هما اللي كيعتقوها سالتي وكون كون مرا راه انت اختك راه صغيره الإحسان العمومي يا عالم كيف يعقل أن باش يستغلوا الجالية المغربية اللي كتصيفط واحد الريال اللي كتشكت من على كتافها ها هو جزاء لحسبي الله ونعمه زيناهم فيها
هاد الناس جاب الدجا على حساب اليوتيوب وعلى حساب الفلوس وعلى وقفنا لهم كل شيء. صحاب اليوتيوب دوك اللي كيتخاصموا وكيديروا الصداع ما كاين حتى حاجه. شاولها هي الكلمه راه ماشي ليك ما تشدوش. لا لا تحملوا شويه ماشي ليك الكلمه لا نقولها نمشي انا بحالي. لا جلس لا جبت الهضره ديال هجموا عليا شوف كي داروا كاملين وكل شيء سكت فاش قلت لهم كنتحدى شي واحد يرد عليا ياك جا الشادي شد الشادد الله هو معاهم اسكت راه كل واحد كينقز اسكت. السلام عليكم. هادشي كل الحسن العمومي يلا فيهم الصناقة هادشي كل عند الفلوس هادشي كل خالتي ختو خالتي ختو خالتي ختو الله يرحمكم خالتي ختو الله يرحم لكم الوالدين. خليوني انا نقول لكم شنو واقع النهار فاش تيقول لك عثمان هجمنا عليه وقسموا بفمو بالله وهاد العواش راهي ولا يجعل لهم حنا خويا وكعت عطاونا غير الماء هدر النهار فاش تيقولوا هجمنا على عثمان ذاك النهار كان جانا صحات الدار هنا لسيدي عدي وكان صعصع كان جا هجم على فاطمه انا وماي وماي صعصع 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 معروف صعصع هو اللي بغى الملك احسن العموم هو اليوتيوبر هو ملك اليوتيوبرز كاع شي شي اللي هو الجمعاوي تنهضر على الجمعاوي ما هجمش ما هجمش ما هجمش ما هجمش اسمع 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 هاد الناس هادو بغاوني نجلي شهادتي راه ما نجليش شهادتي راه غنهضر بالحق وخلوني خلوني نهضر خلوني نهضر غنعاود لكم الفيلم من ا حتى الزد حبه من حبه وكاريه من كاريه بلا ما غنتعصب باختصار باختصار نعاود لك الفيلم منين بدا باختصار ونغنختصر نهار جا صعصع لهنا لهاد الصورات البير هذا هاد البير كان ماشي ما كانش السلسلة عندي كامله عارف هاد البير محفور وهاد البير موسخ شي عمر بالماء ديال الشا لا كاين كاين عاود لي دابا على المبابزه ولا خليني تهضر واش هجموا عليه بصح الدار ماشي هجموا عليه الدار ومكان داك فاش جاو دوك فاش جات الصحافه ديال صعصع فاش نهار وقفوا عليه واش هجموا عليه بدارو واش هجموا على المراه هجموا على المراه وخليني نشرح هجموا على خليني نشرح صاحبي خليني نشرح على الناس في الساعه انا معاهم هادي هادي كاين معاهم الناس ما هجمناش الناس الناس فاش جاو صحابو ما عندكش الحق يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي هذا هو مسير نصر شهادة الله اختي تلفت يا عالم والله العلي العظيم والله العلي العظيم انا اناشد من هذا المنبر النيابة العامة ولا نشكك فيها تعميق البحث فلا ثم لا لاستغلال الاحسان العمومي عبر قنوات كتشوف كل شيء تيقول هذا الشيء كامل على الفلوس هذا الشيء كامل استغلت الجالية المغربية يا عالم هدار اسمع اسمع استاذ الناس خدمات الناس خدمات والناس شوف السيد كان كيخرج هنا اش كيقول كيقول كان كنجي من الخدمه ما كنلقاش باش نعوم كيقول كان ما كنلقاش باش نعوم كيبقى فيا الحال واليوم لقى باش يعوم الماء ولا كيوصلوا حتى للدار ديالو شكون انت شكون انت انا ولد البلاد انا ولد البلاد انا ولد البلاد كنقول الهضره ديال عندك اليوتيوب ما عنديش يوتيوب انا قلت الكلمه ديال الحق انا دري بقى فيا شوف دري بقى فيا كيبكي اش قال قالك اخويا انا تاع رشيد قالك انا كنجي ما كنلقاش حتى باش نعوم باش كباش نعوم باش نعوم ما كنلقاش كنجي من الخدمه ما لقاش داروا لي دار واني جاو البير دباها محفروه وراه وراه بير شوف شوف اسمع لي اسمع لي اسمع لي بير كان من شحال هادي شحال هادي شوف بير راه كاين شحال هادي سؤال اسمع سؤال اش ما يقولش المشاهدين دابا راه وصل معنا تقريبا 3000 مشاهد اسمع قالك علاش محبوبه هربات ما تتجاوبش وانتم تتجاوبوا جاوبوها علاش علاش محبوبه هربات علاش هاد الدجا علاش محبوبه هربات هربات ما عادش هاكم سمعوا سمع نقول لكم انا جاوب جاوب واش هاد المنبر خطر ديما ولا جاوبوا المتتبع سمع 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 نقول انا نقول انا اخر اجابه نعم بلا تعطى بلا غواش كامل نعم وبلا الهضره ديال 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 الشارع نعم كل واحد واش يقول الانسان تيهضر شي هضره ما تيكونش عارفها نعم خرجوا كتقول هضره هذاك تيقول الهضره كله تيقول الهضره خليو القضاء يدير خدمته هاد الناس طرف تيقول لك السيد حفر البير 5 متر وهاد المره نقزات قالت لهم خويا خايب
الشهادات للجميع. خليني نكمل هضرتي، خليني نكمل هضرتي وراح نحط الميكروفون شي بحال هكا. شوف نعطيك نعطيك اسمع اسمع لا 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 جاوب دابا انت اسمع لي انا نهضر معاك. نعطيك واحد النقطه للمره الثانيه وكتقولها الله يرضي عليك. الشعب المغربي والجاليه واليوتيوب راد المغرب يعترفون بنزاهه القضاء، والقضاء لا نشكك في المصداقيه ديالو. وانا كباحث وكصحفي انني مشيت وعاولت نعمق في خبرك بان اكثر من 34 شكايه محطوطه امام القضاء. 34 انا مصدر ديالي هذا شغلي، انا مشغلي انا هذا مصدر ديالي لا 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 على هذا اليوتيوب. انا لا اتهم احد. واش في خبرك بين الجدارميه هذه دابا 6 شهور ما غير المحاضر ديال هذا الشيء. ناس اللي خصها تمشي تقلب طاكي، ناس مساكن اللي خصها دابا تنشوفوها الفول غادي يبدا ديال هذه العواله، ناس مساكن اللي تاهما الله يحسن العوان. شنو بغيتي تقول؟ اما بالنسبه تقول لي راه عند القضاء، انا نحن نحيي القضاء، ولكن علاش الحرب نايضه بيناتكم في اليوتيوب عاوتاني؟ ومازال خليوا القضاء يدير خدمته، وقفوا علينا هاد الصفا هاد الشيء ديال اليوتيوب تنشوفوا يتيقنوا المحسنين فين مشى رزقهم. الناس اللي راه تبع المجاوز هذا هو اللي كاين. باش تسرع عطيني الشهاده ديالك. مرحبا دابا انت باختصار الشهاده ديالك انت. ما خلاونيش نهضر اصاحبي. اسيدي راه خص هضر وهضر وسط منهم. خليو لا ما ديرونيش باش نعطيكم باش الشعب باش الراي العام. تعطيها باختصار الله يرضي عليك. صافي حنا السؤال اللي عندك واش هجموا ولا ما هجموش؟ صافي تفضل تفضل. اخوان اللي يهضر عافاكم تيثبت بان راه مرحبا بالمتتبعين، مرحبا ب 3000 اللي طرحنا انا دابا حاليا في اللايف. عطيني نشرب. البير حفر عند خوها رشيد، حفروا فيه 5 متر، جات هاد المراه قالت لهم ودي داك السيد اللي حفرتوا فيه راه ما غاديش يخلينا نشربوا، بدلوا القرار بالحمد لله تجمعوا كاملين، قالت لهم الا حفرتوا هذا البير وزتوا فيه ونقيتوه ونقيتوه. دابا خلينا غير نكمل هضرتي دابا. تيكمل وجاوبيه. جمعوا فيه بالشوار ديالهم ديال الورثه كاملين ديال ان هذا البير غيتزاد فيه، حتى هي راه طرف هذه الورثه هذه. ما يمكنش هي تسكت هذه عامين اولا ندخلوا حنا في واحد البلاد بدون الاذن ديال واحد الوارثه بالورثه، راه ما يمكنش بتاتا. انا ما نقدرش نجي لواحد الوارث بوحديته ونشد منه الاذن بدون الاذن ديال الورثه الاخرين. هي استافدت من المستفيدين ديال الماء، دخلت الماء لدارها ولا ما تهمنيش الامر. المهم المستفيدين هذا المحليا وهاد القوات وهاد البومبا وهاد الشاطو اللي داروا هاد المحسنين الله يجازيهم بخير. وقال الرخصه لا حفرتو جديد فين الرخصه؟ ما حفرناش بير جديد. ها هو هذا براسه ما فيهش الرخصه، ها هو عندي الرسم ديال محاو علي ديال وحاتي عندي. ها هو ما كاينش ذاك البير كاع، كاينه العوينه. شريف خويا انت بنيتي وجيتي كتبني لهنا، انت تقول بين بنيت وتخلص. انا فرح مش حال باش طاح تقريبا هذا البير خويا. تخلص انت معلم. انا معلم 1000 درهم باش شد المترو. انا ديالك انت المترو 1000 المترو عندك راه البنايه معانا عندك ما تخافش مش واحد الخوف من الله. دابا 1000 متر 1000 درهم المترو 1000 درهم المترو مترو بهكا ومترو بهكا. اذا مش حال هنايا هي 6 مترو هنايا 6000 درهم هنايا على 5 على 5 هذه هي خدمتي انا. هي مليون اخرى ما عرفش عليها 100000 فرانك. هادشي اللي درت انا ديتي انت ديت انا والخدامه ديالي هادشي اللي شي حاجه اخرى بيناتهم. هاك انت خويا شكون انت؟ انا اللي بنيت البير. درنا ليه الكباري حيت البوطون نعم درنا ليه الكباري البوطون السينا. شحال باش طاح البير؟ معلم انت خصك تقول لي الطاق. انا قلتي ما عرفتش. السي حميد انا عندي الطوطال ديال كلشي في الشاطو وداك الشيء كامل. شحال؟ انا تنس السلعه. شحال؟ غير سمع انا تنخلط السلعه عند الدروكري وتنخلص له والله ما باش نعقل على الفاكتورات. شحال؟ عندي فاكتورات في الدار. غير تقريبا راكب الناي. تقريبا غيطيح ديك 4 هكاك. 4 كلشي 4 4 ونص. قال لك مراه وحده صيفطت 12 مليون ما كاين ولا قالتها تجيب. اذا جاوبونا وهنا غادي يبقى السؤال اخواني الكرام ما بين التداعيات والاطراف. انا والسد راه صيفط لهم 24 مليون على هذا البيت. شوف اش كاينه شنو هذا الكلام هذا؟ ارند دليل عطينا دليل قاطع باش نفهم لك. كملتي واحد العصابه من اليوتيوب نعم كلها متفاهمه. وبلا قلتي واحد الهضره هذه كامل هذا الشيء غلق الحرب ديال اليوتيوب. الحرب ديال اليوتيوب شوف سي حميد دابا انا غادي كل شيء بغى يستغل الاحسان ديال المغاربه والجاليه المغربيه. هذا اليوتيوبر هذا شوف قناه في العالي بغاو يضربوها باش دعمني. علاش غندعمك؟ لا ما ندعمكش اخويا ما ندعمكش. انا شوف البرودوي ديالي ما كاين. شوفوا المتتبعين هما اللي شريف الله يرضي عليك عافاك واحد شي لحظه. انت كتقاطعني. انا نقاطعك لان المتتبع هو اللي جيت انا لهنا. انت انا متتبع. شنو شريف الله يرضي عليك الله يرضي عليك. سي حميد سي حميد راه عن بوحد راه الجاليه شاده معايا العرق ديالها على جينا نتزوجوا فين نمشاو. سير سيدي مرحبا. قول المتتبع الكلمه شنو كاتبين تما في الكومنتير الاخوان. دابا تيستغربوا على غياب محبوبه.
الحسن يحل. لا 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 حنا توصلوا لكم الرساله. لا ماشي الام. لا لا تتوصل. لا تتوصل. حتى هي مقتحمه راسها في هذا الشيء. حتى هي داخله في هذا الشيء. وراه هي ولات هي. لا انا جاي نور الناس. لا ماشي الام. حنا ما تنهضروش على الام، تنهضروا على قناه محبوبه بصفه عامه. اذا الحسن هو قناه محبوبه. وراه الشريف يا اخوان. لا دابا حنا السؤال ديال محسنه توريا راه داخله معنا في الخط اللي صيفطات 12 مليون الحفصه ديال الذهب و5 مليون ديال التكاست على التصريح ديالها. وكاين هنايا غادي يدخلوا يا اخوان. يرضي عليك. الله 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 عندنا لا 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 صبر 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 الخوي كاع ما عندي ما ندير به جاي باش نور الشعب خويا. الله ينور. لا هذا السؤال موجه لقناة محبوبة اللي بغينا 12 مليون ديال تورية اللي صرحتوا به عبر اوديو صيفطوا لها وخرجت به في قنوات اعلامية تتقول بانكم رفضتوا تعطوا الفلوس لخوها وانتم اعترفتوا بانكم جديتوا. خويا الحسن روح. بعيد الموضوع على بعيد. دابا نعطيكم واحد ولكن حتى واحد ما يهضر. حنا تنحترموك باش تسمع الناس. دابا غير خليوني نهضر انا ما تعجبنيش هاد الصداع بحال هكا. هضر غاب غير حلود. دابا الجواب غنجاوبو بواحد الطريقه. جاوب هذاك. مرحبا. انا غنسولك واحد السؤال. شوفي انا غنسولك واحد السؤال وغنقول واحد القضيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قبل الهديه ولا ما قبلش الهديه؟ قبل الهديه ولا لا؟ قبل الهديه سي حميد. عافاكم. والهديه كترد. الهديه عطيتك واحد الحاجه ناديه امين قلت لك كوليها ولا شربيها ولا شغلك هذاك بالرضا ديالي. وداز امين وجيتي تقولي لي خصك ترد لي واحد 10 دمنيو ولا 7 دمنيو عطيتك هذه امين. نظرك انت معقوله ولا ماشي معقوله؟ ما معقولاش. لا ولكن سمع هي قالت لك ماشي هديه باش دير بها هديه. قالت لك ان لا لا غادي غلط. وبغيت نعطيها الفلوس. انا مريضه بالصبر. لا هي فهمان اخت توريا غادي نقول لك انا لسان توريا هذا غادي تكون هي تتسمعنا وراه كاينه على الخط معنا في اللايف. هي قالت لك انا عطيت الفلوس على اساس حفصه يتيمه. انا من بعد اكتشفت ان حفصه عندها الفلوس. استغلوني لي زوديو تتبكي عليا حفصه. حفصه قالت لي انا وعدتها انني ندير ليها الذهب. الذهب اللي الذهب باش وعدت حفصه عطيته ليها تكاشت وعطت حفصه درت لها احسن ما كاين. قالت لك على اساس ان حفصه يتيمه ما عندهاش فقيره ودابا تنطلب بغيت رزقي يرجع ليا. انتوما قلتوا مرحبا نعطوك فلوس. قالت لك خويا كاين في مكناس يتلاقى معاك. قلتي لي لا ما غاديش نعطيو الفلوس لخوك. قالت لك انا مريضه بالسرطان دعيتكم الله على قول توريا. انا بعيده على هذا الشيء راه داخله دابا جاوبوها وصحوا الراي. هي كتقول باللي حفصه قالوا لها يتيمه ولا ماشي يتيمه. حقا حفصه يتيمه. واش هي حفصه ماشي يتيمه؟ ما ميتاش با. هذا السؤال الاول. انا جاي لا لا انا هضرنا في اللايف. هضرنا في اللايف. اسمع انا جاي يوقف البرنامج. تفضل. غادي نشهد الكل والشهاده ديال الجميع. الحاله ديال حفصه خاصة صراحه انا ما عجبنيش الحال نهضر على الزوجه ديالي في هذا الموقف ولكن ماشي هي اللي في نظر الراي العام. عجبني الصراحه الحال ولكن ماشي مشي الامر. حفصه كان شي واحد موعيل ديالها كان شي واحد تيخدم عليها من غير كنتيا. انا عمر شي واحد عاونك من غير كنتيا. ما كاين اللي ما تباها ما كاين اللي تيفرح حتى ب 4 دريال. هذه الحفصه هذه الزوجه ديالي الله ينورها ويخليها ليا ما تنفرش نوجه واحد الرساله ليها. والزوج تحيه للزوجات كاملين. فاش كنتي خدامه عليها فاطمه؟ كنخليها عندكم. واش كنتي انت كتخدمي عليها؟ في الجرادي. انا ديما غير الخدمه ديالها غير الموقع. وحاليا انا فاطمه يا صافي ماشي انت راكي بحال امك. ها دابا خاطي خدجو. دابا شوفي ربي ما غاتخليش خدجو. ها انت ربي ما غاتخليش خدجو. عافاك. دابا خليني نهضر. لا غنقول خيركم. غادي نرجع لك واحد السؤال. تفضل. اجي فاطمه اجي. عندكم شي ورث كبير انت وحفصه حاليا؟ عندكم شي فلوس في البنك؟ عندكم شي؟ لا ما عندناش. ما عندنا لا لا فلوس. داكشي اللي شفت من الموقف كناكلو. دابا هي اسمع باش نوصل لك الميساج اللي موصلنا هي. اسمعي اسمعي ربي وما اسمعي غير واحد السؤال. دابا هي هي اللي موصلين ليها توريا اللي موصلين ليها لتحياتي ليها وشنو ما قالت نعطيها واحد التحيه كبيره. تيقولوا لها باللي السيده دايره لاباس ملياردير. شكون هذا مرتك؟ هاد الزوجه ديالي تيقولوا دايره لاباس. قنعوها باللي هي ملياردير.
وحنا تنقولوا هاد السيده تخربيق قسم بالله العظيم الا تيجيني انا شي عزاز منك. السيده هي السيده توريا من اطيب خلق الله ومريضه مسكينه في السرطان وتواصلت معنا وانا خيرها ما غنساش. هي عطات الهديه للنسيبه ديالي والزوجه ديالي كلاه ولا ما كلاهوش انا ما تندخلش في ذاك الامر، ذاك الشيء معطيه للسلطات. ولكن واش الهديه سي حميد دخلنا لك بالله واش ترجع من بعد عامين؟ جاوبي انت. دخلنا لك بالله. انا شوفي انت رايك رايك زوين. عطيتيها لي. سي حميد رايك مهم. ولكن هي قالت لك ما عرفتش دابا فهمتي. دابا هي قنعوها هي قنعوها. سي حميد سمع اختي دابا هي قنعوها باش نوصلوا واحد الميساج. هي قنعوها باللي الزوجه ديالي ونسيبه لاباس عليهم. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادي هي القناعه اللي عندها في الراس ودخلها اختي توريا للمغرب والقضاء راه هادشي هادشي كامل غير الحسد والغيره. وخليو خوت القضاء ديالكم انتم والله يعاونكم. انا نخليكم واحد الله ونهب السي حميد تحيه الصحفيين كاملين الله يهنيكم. مازال شي سؤال؟ لا 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 صافي غير انا السي حميد غير اذا اخواني الكرام تحيه اذا اخواني الكرام تبارك الله عليكم. وكنا مباشره من نواحي ديال سيدي عدي. اذا اخواني هذه هي تداعيات والحقيقه ديال ما يتداعي فتلبية الإخوة اليوتيوبر والشعب المغربي. حطينا الرحال هنايا وربما باش نوروا الرأي العام. نحن حاولت أنا لأن الأخ كاين بعض الاتهامات خطيرة ولكن أنا أجهل الاتهامات كانت ضد من واش أنت أو الأطراف الأخرى اللي صرح بها الزروالي أمام الرأي العام في قناة شوف تيفي. اتهامات اللي تيقول هو بأن كاين عنده ما يثبت 600 مليون و 800 مليون بأنكم جديتوها. ما يثبت المتتبعين ديالنا نحن معاه. وبغيت نوجه واحد السؤال بتقول للزروالي. نوجه واحد الرسالة للسي الزروالي اللي عنده ما يثبت في حقنا 800 مليون مرحبا بوجهنا احمر ومرحبا بوجه مكشوف قدام الكل والقضاء الحمد لله غير عري هذا الشيء. وملي غتجيب ما يثبت كاين الحمد لله السوشيال ميديا وريهم قول لهم هذا السبب اللي خلى الزروالي باش يجي لسيدي عدي. كان جا على مي ميلودا على شي ادعاءات كاذبه. كاين شي قنوات كانوا الصراحه طلبوا الدعم من طرف محبوب التيفي ولكن هذوك ما تيشرفنيش انا تنقولها وتنعاون. انا ما تيشرفنيش ندعم سبب غياب حنان كمتتبعه. سبب غياب حنان حنا تنوجه لها واحد التقدير واحد الحب واحد الاحترام كاخت. انا جاوب بطريقتي اخويا حميد الله يجازيك الله يرحم الوالدين. تنوجه لك اختي واحد الاحترام اللي هو كبير. وانا فرحت شي الحوايج السلبيه انا ما هضرتش الاحترام. واهم حاجه هي امك شي شنو ما بغى يوقع في الدنيا اختي حنان مزيان ملي رجعتي لامك تنتمنى لكم تعيشوا افضل عيشه والله يسهل عليكم. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وبغيت نوجه واحد السؤال اخر. حنا كيتهمونا بالاحسان العمومي صراحه واش صراحه هاد الجمعيات اللي تدعيوا انهم جمعيات واش عندهم الحق حقا حتى هما يديروا الاحسان العمومي بهذه الوسائل وبهذه الطرق ديال انهم بقوا يخدموا بعشوائيه بلا كونت بلا جمعيه بلا مقر بلا اعضاء بلا مرارا كنا تنشوفو تيجبد فلوس. واش الجمعيه كتجبد فلوس ونعطيني مني ليك؟ راه كاين الحمد لله الجمعيه كتخدم بوثائق اي فلوس خرجات كتوثق عليها. هاد السيد خدام بعشوائيه وتيداعي وتيدير الصفه والصفه ما عندوش بتاتا. انا خويا حميد وتحيه للجميع. تفضل اخويا. هادشي اللي قلت حنا الحمد لله غادي نحطوا واحد الشكايه ضده ونشوفوا الحمد لله القضاء نتبعوا القضاء وحنا فرحانين وناشطين وما كاينش المشكل. واللي قال القضاء ولا كانت جريمه في حقنا مرحبا والف مرحبا. هو السياسي اللي بغيت. شكرا خويا وشكرا حتى على الباقه ديال الطريقه ديال الهضره رغم ان كاين شي موضوع شي محشش. سامحتها اخ ضيف الله انت راوي ضيف الله. مرحبا مش مرحبا شكون الغايه غادي تنمد ما قلان ولا هذيك البنت. هذيك البنت صغيوره راه صيفطات لها الدبالج راه صيفطاتو لها ودار عليهم الفيديو والناس كتفرج فيهم صيفطاتو لها هديه. واش الهديه كترجع؟ حيت ما بغيتيهاش ما صيفطيهولهاش. دابا هذيك دابا عطات لها الهديه وخرمات. خرمات هي اللي خرمات. شنو صافي؟ تترح ب 12 مليون. سمعي هي عطاتها داك الشيء اللي عطاتو لها ولات خرمات. البنت غير صغيره ما لقاتش. ولكن قلتو لها نتلاقاو في مكناس ردوا لك فلوسك ولا ما نعرفاش قلتي. عطاتها هذيك كاين الصوت ديال الاخ وما بغاتش. خويا قال لك فين هاد الهضره هادي؟ انا تنقول لها الا رجعتي نقدر نعوض لك. انا تنقول لها الا رجعتي نقدر نعوض لك. دخلي انت اما انا يجي شي واحد عندي ما تنقبلش. كما كان جي هي براسها ونقدر نعوضها ان شاء الله يا ربي. رأيك يحترم. نقدر نعوضها ان شاء الله يكتب الله. رأيك يحترم. شكرا. خيوتي يوسف هذا الشيء اللي في قلبكم قلتوه. تحيه لكل المغاربه. الغايه اننا باش نوضحوا الراي العام اشنو واقع هنايا في سيدي عدي. ربما ان باختصار شديد هذه تطاحنات من اجل الربح ديال هي اللي خلات هذه العداوه ما بين هذه العائلات مساكن. عائلات اللي كانت تعيش الحب والاخاء والتاخي حتى ولات شوها
امام العالم. فتنتمنى حتى الطرف الثاني اللي غاب اليوم وتنستغربوا على الغياب ديالو رغم التواجد اليومي والصراحه والصرخات اليوميه اللي كانوا تيقولوا ان فور وصولنا الى هنا بداوا بالتهديد، ولكن في الاخير قال لك اننا مستعدين نور الراي العام. هاد الاشخاص انا استغرب الغياب ديالهم، وهذا كما يستغربوه كل المتتبعين الكرام. باغي هذا شكون باغي يهضر؟ راه بزربه صافي البرنامج. اخواني تحيه لكم وضيف الله عندكم، وشكرا على اللباقه تاعكم، شكرا للسلطات المحليه، شكرا للاخوه ديال القوات المساعده، شكرا لان التواجد ديال الجمعيه المغربيه للاعلام كان تواجد قانوني وكان اخبار للسلطات المحليه، شكرا لان ما ضايقوناش حتى في هذه المهمه الاعلاميه اللي ربما تربك بعض السياسيين هنا بالمنطقه، وخاصه ان بلغ الى علمي بان سويست القضيه بان احزاب كتحاول تستغل البراءه ديال هاد الناس وتحاول تستغل الضغط ديال هاد اليوتيوب وتحاول تشحن افراد وشباب عبر قنوات اليوتيوب مشهورين في حاله تتكون غير طبيعيه. نشوفوا خالتي انا ما عندي اليوتيوب ما كنستغل، ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير لهنا صافي ويبقى بيربي ربما نكونش هاد صافي. خويا حنا هاد الارقام بناء على الشكايات اللي حط الزرواري بالجمعيه ديالته، ما بغيتش نذكر الاسم ديالها، باسم الشكايات اللي تحطت في قناه مرايا 24 وكانت خرجت واحد الاخت بتصريح. هاد الشكايات كاملين كاين عندنا نسخ منهم، حنا ما جايينش هنا نكذبوا على الراي العام او لا عندنا حزاجات مع محبوبه او لا مع شي قناه اخرى. لا لا اسمعني اسمعني، لا اسمعني سيدي، الشكايات انا متبعه الملف. شوف الشكايات اللي تسمى لا واسمع اسمع انت دابا تهمتينا اننا تنكذبوا الراي العام. هضري حنايا جينا هنايا بناء على الشكايات ديال الجاليه المغربيه، الجاليه اللي عامين ما دخلتش للبلاد، عامين وهي تتبكي على البلاد باغا تدخل، الجاليه اللي قالت لك تكلال يا رزقي سيروا جيبوا لنا الحقيقه من ابناء محبوبه ماشي من المتتبعين ديال محبوبه، الحقيقه بغيناها على لسان الحسن الاخرين. واش عندك الاخت 600 مليون؟ انت دابا هضرتي وهضرتي. لا اسمع لا اسمع لا غا اسمع 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 لا اسمع اسمع اسمع، حنا جايين هنايا تنوير الراي العام ان والحسن يقول لنا الحسن يقول لنا الحسن راه شكايه عندك تما عندنا الفوتوكوبي ديال 600 مليون هي كتقول لك عندنا فوتوكوبي. الشريف الشريف الله يرضي عليك، الشريف الله يرضي عليك. لا 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 انا كاين معاك انا، اسمع الشريف الله يرضي عليك، اسمع لا هو رجلك على 600 مليون من حقي نقطع الله يرضي عليك، من حقي نقطع من حقي نقطع على ما بغيت دقيقه غرات الله يرضي عليك الشريف الله يرضي عليك. شوف نحن هنا جينا وانا جيت وتلاقينا في القهوه قلت لك انا لا علم لي بهذا الشيء، حاولت تنور الراي العام. اخت قالت هي ان اسمع مليون اسكت الشارع يقول من لا لا من لا اسمع مليون لا انا قلت لك عندنا شكايات عندنا شكايات ديال الجاليه شكايات ديال الجاليه اللي خرجوا في قناه ماريا 24 راه خرجت الاخت تتهضر من قدام القنصل ديال فرنسا ما تقطعش عندك الدليل. عندنا شكايات ديال الجاليه اللي انهم خرجوا انهم خرجوا. حنا دابا لا جينا ما جيناش اننا نسمع الناس يقول لك حنا بغينا انت تنور انت ترجع الجواب اللي ما عجبنيش هو ملي هضر على 600 مليون قلت له انا ماشي عن فراغ وهضرت عندي لي بروف هي راه كاينه في قنوات. لا اسمع السي الحسن انا كذبتو قلت لي 600 مليون تيقولها الشارع، ولكن حنا كصحافه شنو عندنا؟ الشكايات اللي مخطوطين عند الدرك الملكي في ازرو، حنا ما جاش ندوك الهضره. واصل هذا المبلغ كاين هذا المبلغ 600 مليون تيدعي الزروالي اكثر اسيدي تيدعي اكثر يجيب لنا لي بروف. اذا تنتمنى من السي الزروالي انه يوري لهاد الناس لي بروف. اما نحن كطرف نحن كطرف محايد اذا تحيه ردك مسكين الحشومه. شكرا لهاد العائلات رغم ان التشاحنات كانت بيناتنا، شكرا لان التزموا. حتى واحد جوج شباب كانوا معايا وقعنا شي شويه في السوء تفاهم تحيه لهم. خويا العزيز جاي نصور انا وانت كتصورني يوفى عبو ما يذي عبان غاز هذي عبا حاجه وحده نعطيك رضا السي حميد، ما عندي اليوتيوب ما عندي الفيس ما عندي حتى حاجه، انا جيت نهضر غير على الحق. يلا عندك طيح هش 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 وطلعنا عند الجبل اخوتي وراه وقول كيفاش طلعت السلعه تتبناو جوج ديور هذه هنا واه واه. ولكن كل مشاهد الاحسان مزيان راه كل عرقه هنا راه فيها 1000 حسنه. دابا هانتوما ندمتوا ماشي انا تنتهمكم انا تندموا مساكن حتى صحاب الاحسان. افا كان مساكن تيتبكى
الشركه وتيقول لك راه استخدم الطريق الخير هي هذه ديما تبع الشيطان اللي بغى يدير الاحسان يكون لازم انه يوجد لك واحد الحاجه اخويا انت راك مثقف زعما اجي نقول لك هاد الحرب دابا كاع اللي في سيدي عدي دايره على البينكا غير على اليوتيوب غير على اليوتيوب انا دابا نخرج ندير لايف عليك دابا نيت دابا نيت وشاس ونطلع عليك عليك المشاهده اه وشاس يا حميد شاس يا حميد نعبر عليك هي شنو غير هادشي دابا كله غير حرب على اليوتيوب انا اللي بقى فيا عائله وحده والله العلي العظيم انا كون انا القضاء الحمد لله انه لان هذه جريمه اما كون شي حاجه من من ما انا كتعول انني نصالح براسو غير على اليوتيوب معاوي براسو على اليوتيوب اجي اختي خويا ولا اختي الا كانت لاباس عليها من فضلي انا ما نحسدهاش وشكون هي هما داروا لهاد الاخرين ما داروا مصافي ما نحسدش ولا شنو شكون هاد البنت هي المراه ديالي اه هي مسكينه اللي تهمو واش انت لا ماشي الاخت هي متهمه هادي لا انتوما مرت الاخر انتوما والو اذا خوتي وهذا الكاد هكا دوزنا هذه الاجواء مع هذه العائلات في سيدي عدي شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج كشكر للمحسنين انا بغيت نقول للمحسنين ما تقلقوش ان الاعمال ديالكم مع الله سبحانه وتعالى والتقليد ها هو نازل على هاد الناس في سيدي عدي هذه الحقيقه واللي خدم بينه وبين الله راه غادي يخلصوا سيدي ربي واللي راه استغل المعاناه تاع هاد الساكنه قدوا الله وعاوتاني ان شاء الله ان القضاء هذا الماء باش اننا ما نكونوا محايدين هذا ما تاكدوا هاد الناس وهاد البني بانه داروا من هذاك البير المشكل جايه من فوق لا واش من البير نيت لا واش من البير قال لك لحده من البير الشاطو ايوا نغسلوا وجهي بعدا نغسلوا اشربوا قول الله يخلف على المحسنين الله يخلف على المحسنين واش غنجيو هاد السقايه قلت راه تجي راه من اللي جاي هاد السقايه هذه من داك الجبل يعني كاين الشاطو وكاين الخدمه ماشي بقى بنا نغوتي هضر على الفراغ وصاف انا اللي خدمت هادشي اخويا حميد ما حفظتيش بزاف غادي سخون راه الحجر راه الجبل الجبل اسي حميد والله الا الجبل عرفتي والله ما تحضر غادي نساليو هذا البرنامج الغايه منه الجبل هذا شكرا لهاد العائلات اللي جاوا شكرا لكم وتا الاخوان شكرا للتفاهم ديالكم سمحوا لنا على المشاحنات الغايه من هذا الشيء اننا باش نوصلوا اش واقع لازلنا نؤكد باننا علاش ما بانوش دوك الجوج اللي بانوا وقالوا الا وصل شي واحد هنا تمشي له الراس انا اخواني اجي وضحوا للراي العام مرحبا بكم انا اخوكم الكبير واخا سبيتوني معليش يلا تبارك الله عليكم تحيه ولا شوفوا طلبه شي لعبه شكرا اذا وهكا اخواني غادي نساليو هذا البرنامج برنامج اللي هتزلوا الراي العالمي برنامج اللي دعا اللي كانت الاحسان العمومي برنامج اللي نتندموا فيه مجموعه المحسنين بسلام عليكم الله يعاونكم الله يعاونكم برنامج اخواني للمحسنين انهم بكاوا في قنوات قالوا بان تستغلينا هاد العائله تقول لك ما تستغلين ما استغلينا حد ولكن كاين اتهامات في انتظار خروج الطرف الثاني باش انه يبرئ ويخرج على هذه يخرج للراي العام بالصراحه ديال اشوقع تحيه خوكم حميد العقاوي هذه هي سيدي عدي سيدي عدي اللي تمنيت الشباب ديالها يدير يد في يد سيدي عدي اللي شباب اللي راه راحوا بقلبه بيض شباب اخواني اللي ان تنشوف العنصر اللي شوي فيها الرجوليه تبتوها في مواقف نضاليه وخاصه في ملف اراضي الجموع مات امراه شهيده اخواني بشحال هذه لانها مريضه ومشات في مسيره لانها كتموت على الارض ديالها ناس متشبتين بالارض ديالهم ناس اخواني اللي تيقولوا تستغلينا باسم الله هذه الهضره اللي دايره كابه في الشارع اخواني ونظرات ونحن كمصحفيين مباشره حيت حطينا الرحال انا وعشره وتسعود ديال المنابر اعلاميه وثمانيه شكرا للزملاء وشكوى واعتذر مره اخرى للزملاء دفاس من هذا المربر اللي كانوا جايين باش انهم يوقفوا حتى هما هنا الا ان ما تلاقيناش لاسباب خاصة تحية لهم وتنقول لهم بأن الرسالة وصلت فتحية لكم ما كنتي اليوم ضربي الحق اليوم ضربي الله يشد الحق في اللي استغل لكم كيما بغا يكون اليوم ضربي الحق واش نهضر على الحاجة خوتي بقاو خوت ولكن الله يشد الحق في اللي بغا يكون اللي خوضها الله ياخذ فيه الحق اللي استغل لكم قدام المحسنين اللي يشد فيه الله الحق شنو؟ ضربي الحق وي نعم وهنا غادي تجي مي ميلودا مي ميلودا وصلات ولا باس والله الا على حسن النيه ديالك غادي نقطع اللايف اذا مي ميلودا وصلات هنا غادي نشوفوا
امي ميلودا. فين اسماء؟ انت غادي تشوفي مع امي ميلودا، انت عارفها. انا خويا نوري خير هانيه، كيفاش بخير هانيه؟ فين امي ميلودا؟ شكون هي؟ هذه خالتي الطول. خالتي الطول لاباس بخير؟ هانيه بخير؟ كلشي بخير؟ السلام عليكم بخير هانيه؟ لا لاباس بخير هانيه؟ كلشي بخير؟ الله يعطيكم الله يعطيكم الله يعطيكم الصحة. صافا بخير هانيه؟ كلشي بخير هانيه؟ صحة لاباس؟ هذه هي ميلودا. اه انت غادي تشدي انت تشوفي. نمشيو عندك انا ميلودا. نقطعوا اللايف.